ما هو مرض السكري عند الأطفال؟ مرض السكر عند الأطفال ارتفاع سكر الدم بسبب نقص الأنسولين. السبب الرئيسي في النوع الأول عند السكر عند الأطفال هو تحطم خلايا البنكرياس المفرزة للأنسولين. الوحيد للسكر النوع الأول عند الأطفال هو الأنسولين فقط بأي طرق من الطرق. علاج بالأنسولين لابد من الاحتياط في التغذية والرياضة. متابعة الطبيب والحرص على العيادات مهم جدا في التحكم في مستوى السكر في الدم. الفحوصات اليومية ضرورية ومهمة جدا في التحكم في سكر الدم. كم مرة يعني في اليوم؟ حسب الأنسولين المعطى. ممكن 3 مرات في اليوم، ممكن يكون 6 مرات في اليوم، ممكن يكون 8 مرات في اليوم، على حسب الأنسولين المعطى. نعم، وليس عقاب يعني للطفل، يعني حسب حاجة المريض. حسب حاجة المريض. محمد، نسمع يعني مؤخرا عن زراعة البنكرياس أو زراعة الخلايا الجذعية في المملكة العربية السعودية، هل هو حقيقة أم وهم؟ الخلايا الجذعية وزراعتها لا يزال تحت التجربة وهو في العالم كله وهو وهم سواء كان في السعودية أو غيره. يعني ليس علاج ليس معتمد. صحيح، ليس يوجد إلى هذه اللحظة أي مختبر أو معمل يقوم بزراعة الخلايا الجذعية للتخلص من داء السكري النوع الأول. جميل جدا. اسمع عن مضخة الأنسولين، حبذا لو تحدثنا أكثر عنها. مضخة الأنسولين هي الجهاز يعطي الأنسولين للطفل حسب حركته، حسب أكله، حسب مناسبة جدا لأسلوب الحياة للمريض سواء كان طفل أو بالغ. هو خط العلاج الثاني وليس الأول؟ لا، هي طريقة العلاج هو الأنسولين، لكن المضخة هي طريقة لإعطاء الأنسولين، نعم فممكن تكون من البداية أو في مرحلة من مراحل العلاج تعطى. نعم بالضبط، يعني لاستخدام مضخة الأنسولين. أولا التدرب عليها بشكل جيد، نعم معرفة حساب الكربوهيدرات في الغذاء والمتابعة اللصيقة للمرض. من تعلم حساب الكربوهيدرات مع أخصائي تغذية علاجية متمرس لهذا الموضوع. متخصص في الأطفال. متخصص. نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد، حياك. أهلا وسهلا بالأخصائية التغذية العلاجية آلاء رشاد، حبذا لو تكلمين عن التغذية المنصوح بها لدى أطفال السكري. أول حاجة لازم نفهمها في التغذية في التغذية حقت نفس السكري، إنه أنت لازم تعرف بالضبط كم كربوهيدرات بتاكل من السعرات الحرارية بتاكلها في اليوم. إيش فكرة الكربوهيدرات؟ هي اللي تتحول لسكريات، فأنت لازم تعرف كم كربوهيدرات تاخذ طول اليوم عشان تعرف كم تاخذ نسبة أنسولين. في نفس الوقت وانت تهتم بالتغذية حقتك لازم تهتم بنشاطك البدني، لازم يصير في عندك 30 دقيقة خلال اليوم تربية رياضية، اي حاجة تقدر تسويها بس عشان تحرك جسمك، العاب البلاي ستيشن اللي تستهلك ان انت لازم تحرك جسدك، تطلع وتنزل من السلالم كذا مرة، اي حاجة تحرق فيها سعرات حرارية وتحافظ على شكل جسمك، بالتالي تكون انت مسكت الثلاث اجزاء المهمة في حياتك اللي هي الانسولين والتغذية والنشاط البدني، تكون كملت فيهم اللي انت حتكمل عليه بقية عمرك بحيث انه انت تحارب هذا المرض وتنتصر عليه. نعم، جميل جدا. ما هي الأغذية يعني المنصوح بها لدى الأطفال؟ حاجة يصير في أكلك أشياء صحية، فواكه، خضروات، تبتعد عن النشويات اللي تكون فيها نسبة السكر عالية زي المانجا، زي الفراولة، زي اعتدال، تحسب كم سعرة حرارية انت اكلت، ممكن تاخذ على الصباح مصادر بروتين، تونة، بيض، يشبعك، ما فيها نشويات. الوجبات الغذائية الصغيرة بين الوجبات لازم يصير في سناكس. إيه؟ سناكس، 3 وجبات رئيسية و3 وجبات خفيفة بحيث انك تحافظ على مستوى السكر في الدم. نعم، جميل. المهم انك انت لازم تقيس نسبة الانسولين قبل ما تاكل، مو تاكل على طول تروح تقيسها، تعرف اذا هو واطي تعرف كم اكل تاكلها وكم نسبة انسولين تاكلها، فلازم هذول الاثنين يكونوا مع بعض دائما، انك لازم تحسب بالضبط كم تاخذ عشان الانسولين يحرق لك اياها وما تدخل لا في ارتفاع نسبة السكر ولا في انخفاض. نعم، جميل جدا.